نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. بالتأكيد لن ولن نسمح لهم بالسيطرة على الحدود العراقية. العامري يؤكد للميادين رفض أي سيطرة للأمريكيين على الحدود ويعلن بدء عملية تطهير الحدود العراقية السورية. الجيش السوري يتقدم في عمق بادية دمشق حمص وخمسون شهيدا وجريحا في قصف داعش أحياء في دير الزور. الرئيس الفرنسي يبدي استعداد باريس لمناقشة ممثلين عن الأسد ويؤكد أن الأولوية لاستئصال المجموعات الإرهابية وخصوصا داعش. استشهد 7 أشخاص وجرح 20 في انفجار استهدف حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد. مراسلنا أفاد بأن الهجوم نفذ بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم. أكد القيادي في الحشد الشعبي الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن قطع طرق إمداد داعش في سوريا أسهم في الوصول إلى الحدود، وقال للميادين أن عمليات الحشد الشعبي ستبدأ اليوم لتطهير المناطق الحدودية مع سوريا. كما أضاف العامري أنه لا يمكن تحقيق الأمن في العراق من دون القضاء على داعش في سوريا. ولا يمكن أن يستقر الأمن في العراق بدون القضاء على داعش في سوريا. احنا اكو بها السيطرة على الحدود، الان العمل متبادل. اذا نحن سيطرنا على الحدود العراقية وطردنا داعش سيؤدي الى مساعدة القوات السورية للوصول الى الحدود. اذا السوريين وصلوا الى الحدود سيساعدونا في الوصول الى الحدود وطرد داعش من الحدود. اي عمل سواء كانت القوات السورية او القوات العراقية سيسهم في طرد داعش في الجانبين، في جانبي الحدود، سواء كان في الأراضي السورية أو في الأراضي العراقية. اليوم عندما نسيطر على الشريط الحدودي من سنجار إلى القائم، بالتأكيد هاي راح يساعد القوات السورية للوصول إلى الحدود العراقية السورية. كما شدد العامري على أن العراق لن يسمح للقوات الأمريكية أو أي دولة أخرى بالتدخل بريا في الأراضي العراقية أو السيطرة على حدوده، وكشف أنه تم إبلاغ الأمريكيين بذلك. إذا الأمريكان عندهم قدرة يسيطرون على الحدود الجانب السوري، بالتأكيد لن ولن نسمح لهم بالسيطرة على الحدود العراقية. وهم لحد الآن بريا ممنوعين، وبلغناهم نمنع أي تواجد بري أمريكا على العراق. هذا قرار، والشعب العراقي أخرج الاحتلال الأمريكي، ولن نسمح له بالعودة من الشباك. هم الآن ضمن إطار التحالف الدولي، هناك إسناد جوي للقوات العراقية فقط، مستشارين للإسناد الجوي. أما إذا امتدوا بعنوان قوات برية لن نسمح بذلك. رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قال أن تحرير الموصل بات مسألة وقت بعد تحرير أكثر من 95% من المدينة. هذه الموصل اللي كانوا يعتبروها عاصمتهم الآن حوالي 95% من هذه المدينة، الجانب الأيسر المحرر بالكامل، حياة عادة طبيعية بالجانب الأيسر، الجانب الأيمن بأكثريته تم تحريره، وبقت هذه المناطق. إن شاء الله هؤلاء الأبطال قريبا سنعلن من خلالهم تحرير هذه المدينة مرة أخرى. بالنسبة للنينوى بشكل عام، اليوم كما تعرفون هيئة الحج الشعبي، القوات المنضوية تحت الحج الشعبي في أوامر أصدرناها قبل فترة، تحركوا وحرروا مناطق كبيرة بما فيها المناطق التي قام الدواعش المجرمون في مناطق التابعة للأزيدين من المواطنين العراقيين بذبح المواطنين وسبي نسائهم، وحررناها في الوقت الحاضر. وإن شاء الله مسألة وقت أن نعيد العوائل الأزيدية إلى أماكنها. القوات الوحيدة التي تقاتل هي قوات عراقية، لا نقبل بأي قوات أخرى من تمية إلى هذا الجهة أو تلك الجهة، خصوصا من جهات غير عراقية، لا نقبل بأن تسيطر على الأرض العراقية. فقط قوات عراقية تسيطر، وتسيطر على الحدود العراقية السورية. موقف العبادي جاء بعد التقدم اللافت الذي حققته قوات الحشد الشعبي ووصولها إلى الحدود السورية الشمالية الشرقية وتمركزها في أم جريص. الناطق باسم الحشد الشعبي كريم النوري لفت بدوره في حديث للميادين إلى استعداد الحشد لقتال داعش داخل سوريا بالتنسيق مع الحكومة السورية.
بعد أن تقدمت قوات الحشد الشعبي صوب قرية تارة وحررتها وصلت إلى قرية أم الذيبان ثم إلى قرية مجريس. الآن إذا أمكن زميلي المصور، القوات الآن تتمركز في هذه القرية الحدودية وهي قرية أم مجريس. القوات عندما وصلتها كانت هذه القرية أيضا في محيطها هنالك قوات النوادر وهي تابعة للحشد الشعبي من عشائر شمر، نقطة استراتيجية كما يصفها قادة الحشد الشعبي لاعتبارها قريبة جدا من الحدود السورية، وهي نقطة البداية للوصول إلى الحدود. العملية كانت سريعة بحسب القيادات وكانت أيضا خاطفة لاعتبار أنها التفت على العديد من القرى واختارت طرقا قطعت من خلالها أوصال المناطق التي يستخدمها داعش للإعاقة والعرقلة، وهذه المعركة التي توصف بالأهم في رحلة قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية باتجاه الغرب. الأهم في هذه المعركة دينا هو مسك الحدود ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش. نقطة جريس تحتاج إلى أن تتوسع القوات شرقا بامتداد الحدود والقوات في حالة تأهب واستعداد لتوسيع هذه الرقعة، لكن الوصول عند هذه النقطة أعلن أن القوات قد وصلت الحدود. العملية ستستمر وفق القيادات الميدانية، العملية ستستمر بمسك الحدود والتمدد مع على طول الحدود الفاصلة ما بين الأراضي العراقية السورية عند محافظة نينوى وعند محافظة الأنبار. داعش بات يترك كل النقاط التي يسيطر عليها لا سيما القرى التي يتخذ منها خطوط دفاعية ويلجأ إلى المدن. بقيت نقطة واحدة وهي البعاج، لكن البعاج ستفقد أهميتها ومكانتها بالنسبة لتنظيم داعش. أيضا البعاج هو مطوق من الجبهة الجنوبية، هنالك خط صد تقيمه قوات الحشد الشعبي وفي الجبهة الشرقية، وبالتالي لا يمكن لتنظيم داعش المناورة أو التنقل في هذه الجبهة صوب المناطق المحررة الأخرى. وعندما يتم التمدد مع الحدود سيفقد البعاج أهميته، بالإضافة إلى قطع كافة الطرق الاستراتيجية التي كان يستخدمها تنظيم داعش للمرور صوب القيروان والقحطانية والعدنانية، قطعت جميع الطرق. لذلك عناصر داعش الذين بقوا في داخل البعاج الآن يعني التغطية الجوية العراقية على الحدود، الطيران المروحي العراقي الآن يجوب سماء هذه المنطقة على الحدود العراقية السورية بعد وصول القوات إلى هذه المنطقة. أيضا كان دور للطيران المروحي العراقي باستهداف كل تحركات تنظيم داعش وسياراته المفخخة عند هذه المنطقة. نتحدث عن البعاج دينا، البعاج ما زال يعني يتمتع بخط تواصل ما بين العراق والأراضي السورية حتى اللحظة. إذن يواصل الجيش وحلفائه، الجيش السوري وحلفائه تقدم في البادية في أوسع هجوم ضد داعش منذ تحرير تدمر. الهجوم أدى حتى الآن إلى ربط ريفي دمشق وحمص بمدينة تدمر. الجيش السوري والحلفاء يتقدمون من ثلاثة محاور بدءا من السويداء باتجاه ريف دمشق لتتلاقى مع المجموعات المتقدمة من ريف حمص الجنوبي، فيما تتوجه قوات أخرى من الريف الشرقي لحلب نحو مدينة مسكنة بين حلب والرقة. ارتفع إلى 6 عدد الشهداء والجرحى إلى 52 بينهم نساء وأطفال، وهؤلاء سقطوا بعد تجدد قصف تنظيم داعش حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور. وقد استخدم داعش مع القصف الذي بدأ عند ساعة الإفطار رصاص القنص وقذائف مدفعية ثقيلة استهدفت المدنيين. في باريس بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات بين البلدين إضافة إلى الأزمة السورية. بوتين أكد الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل لمناقشة مسائل مكافحة الإرهاب. اتفقنا على أن القضية الأكثر أهمية اليوم، مهمتنا المشتركة، هي مكافحة الإرهاب. من الضروري إقامة تعاون مشترك لمكافحة التهديد الإرهابي الذي هو بالتأكيد في غاية الخطورة لنا وبالنسبة إلى الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا. أما بشأن الأزمة في سوريا فإن موقفنا معروف جيدا، وذلك يكمن في حقيقة أن من المستحيل التعامل مع التهديد الإرهابي من خلال تدمير مؤسسات الدولة في البلدان التي تعاني بالفعل مشاكل داخلية وتناقضات. أنا واثق بأننا يمكن أن نعمل معا لتوحيد القوى في مكافحة الإرهاب.
بدوره شدد الرئيس الفرنسي على التحاور مع كل الأطراف السوريين بمن فيهم ممثلون عن الرئيس بشار الأسد، وحذر من أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا سيكون موضع رد فوري من باريس. أولويتنا الأساسية مكافحة الإرهاب والقضاء على الجماعات الإرهابية ولا سيما تنظيم داعش. هذا هو المبدأ الذي نسترشد به لتحديد تحركنا في سوريا. أكدت من جديد في الحوار الذي أجريناه مع الرئيس بوتين أن هناك خطا أحمر واضحا جدا من جانبنا، وهو استخدام الأسلحة الكيميائية بغض النظر من المسؤول. إن استخدام الأسلحة الكيميائية سيؤدي إلى أعمال انتقامية واستجابة فورية من جانب فرنسا. وفي القاهرة رأى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن فصل مجموعات المعارضة في سوريا عن جبهة النصرة في إطار عملية أستانا أصبح ممكنا. وبعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد لافروف على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة ضد الإرهاب بعد الاعتداء على الأقباط جنوب مصر. أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فأكد بدوره أن العمليات العسكرية المصرية في ليبيا تجري بالتنسيق الكامل مع الجيش الليبي. شدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسوأ من سلفه باراك أوباما، وأشار إلى أن ترامب أعطى أوامر لعملائه لتدمير فنزويلا على حد تعبيره. مادورو أكد رفضه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد. الأسوأ من وصول حكم باراك أوباما وصول حكومة دونالد ترامب اليمينية المتطرفة والمعادية للأجانب التي تحتقر ثقافتنا وتاريخنا وبلادنا. لقد أعطوا أمرا لمواليهم بتدمير فنزويلا وتقديمها على طبق من فضة للتدخل الأجنبي الذي نرفضه وسنرفضه قطعا. فصل قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن انعقاد مجلس النواب حق دستوري لا يمكن تقصير مدته إلا بنص دستوري. بري ربط موافقته على قانون الانتخابات بإسقاط فكرة نقل المقاعد على أساس طائفي. أما نقل النواب سيداتي سادتي حضرات النقباء، هذا الأمر مرفوض أصلا شكلا وأساسا. إذا فينا نعمل توزيع نواب بعد أكثر هذا الأفضل للبنان، وهو فرز مقلد لمشاريع التقسيم القائمة بالمنطقة. أكثر من ذلك أقول هذا بده يفتح لي باب ومنبش إذا حلنا ومشينا فيه بطوائف أخرى. بري أعلن أنه بانتظار القرار النهائي لتكتل التغيير والإصلاح لمتابعة النقاش بشأن العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد. أنا بانتظار القرار النهائي، هذا الكلام اللي اتفقت فيه أنا والأستاذ جورج، بالقرار النهائي لكتلة التغيير والإصلاح لمتابعة النقاش حول نقطتين لم نتطرق لهما مع الأستاذ عدوان، بانتظار موقف التكتل لهما، هما العتبة الوطنية وطريقة احتساب المقاعد. حتى ذلك التاريخ إن شاء الله أنه بخمس الشهر بيكون القانون جاهز وبتلاقونا بالمجلس الليبي. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى تمكنوا في معركتهم للحرية والكرامة من تحقيق 80% من مطالبهم واستطاعوا بإرادتهم تغيير الوضع في سجون الاحتلال. تقرير نسرين سلمي. انتصار معركة الكرامة والحرية حمل معه تحولا جذريا في الحياة المعيشية والإنسانية للأسرى، وكسر شوكة السجان الذي رفض مرارا التفاوض معهم. هذا ما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقد في رام الله. إضراب وصف بالأصعب، لكن عذبات الأسرى نجحت في تحصيل 80% من مطالب الحركة الأسيرة. المطالب المطروحة هي مطالب شاملة تتعلق
بكل تفاصيل الحياة الإنسانية والاجتماعية للمعتقلين الفلسطينيين. وربما يعني بتطلع على المطالب، كل مطلب بجوز يحتاج إلى إضراب لحاله، كل مطلب. الاتفاق بين مصلحة السجون وقيادة الأسرى شرع في تنفيذه. بنود عديدة قيل أنه لن يتم الإعلان عنها، لكنها ستطبق بمتابعة من لجنة مشتركة من مصلحة السجون والحركة الأسيرة. أما ما أعلن عن إنجازه فهو إطالة فترة الزيارة ورفع المنع الأمني عن الأهل من الدرجة الأولى والسماح بزيارة الأشقاء والأحفاد وتحسين ظروف اعتقال الأسيرات وتحسين الأحوال في مستشفى الرملة ونقله إلى قسم آخر بتجهيز أفضل. في بعض المسائل اللي يعني عمليا تحتاج الى وقت، يعني اذا بنحكي مثلا عن تركيب مكيف هوائي، مكيف هذا بيحتاج لكهرباء وتمديدات وما الى ذلك. في مسائل فيما يتعلق بزياده وقت الخروج للساحه هذا بتنفذ فورا، مثلا اعاده الاسرى الى اماكنهم، انتقل الاسرى وعاد كل الى السرير الذي كان ينام عليه. في مسائل الزياره ستستأنف فورا الزياره الثانيه مع كل ما يترتب عليها. فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تعيين كريم يونس في اللجنة المركزية لحركة فتح يحمل دلالات عديدة، من بينها رفض الفلسطينيين لوسم الأسرى بالإرهاب وتأكيد وحدة الفلسطينيين في أجزاء الوطن المحتل. كما أكدت أن مروان البرغوثي أجل تعليق إضرابه إلى حين لقائه قيادة الإضراب في سجن هزاريم، والتأكد من أن إسرائيل أوفت بالتزامها بعدم فرض عقوبات عليهم وإعادتهم إلى سجونهم السابقة. انتصار معركة الكرامة والحرية من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة الأسيرة، لكن المطلوب تعزيزه والبناء عليه. نسر سلمي، رام الله، الميادين. فشل القوات السعودية والموالين لهادي في إحداث أي خرق في جبهة ياميد الساحلية الصحراوية في حجة الحدودية غرب اليمن دفع السعودية إلى تعزيز قواتها بثلاثة ألوية سودانية كاملة هناك لتفشل هي الأخرى في محاولات التقدم والزحف في الجبهة المفتوحة والسهلة جغرافيا. تقرير أحمد عبد الرحمن. معارك هي الأعنف تدور منذ أيام في أطراف صحراء ميد الحدودية مع السعودية بعد تعزيز جبهتها مؤخرا بأكثر من ثلاثة ألوية سودانية بكامل عتادها. دخول القوات السودانية على خط المعركة لم يغير في المعادلة على الأرض، بل إن مشهد المعارك يوحي وكأنه قذف بهم إلى محرقة حقيقية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى منهم أثناء محاولات تقدمهم الفاشلة شمال الصحراء. هناك كمائن كبيرة للجانجويد وللمقاتلين السودانيين، حيث تم إنزال أكثر من ثلاثة ألوية في ميدي من الجانجويد لهدف التقدم وإحراز أي نصر يذكر في تلك الصحراء. لجوء السعودية إلى الاستعانة بالجنود السودانيين جاء بعد استعصاء ميدي منذ أكثر من عامين وفشلها في التقدم رغم جغرافيتها الصحراوية والساحلية التي لا تخدم الجيش اليمني واللجان الشعبية. منذ بداية العدوان والمعارك في جبهة ميدي محلك سر، لم تتحرك خطوة واحدة إلى الأمام رغم جميع التعزيزات التي ضخت إلى هذه الجبهة ورغم سهولة هذه الجبهة بالنسبة لقوات العدوان مقارنة بالجبهات الأخرى مثل جبهة باب المندب أو جبهة نهم. معركة غير متكافئة في العديد والعتاد، لكن الجيش اليمني واللجان الشعبية نجحوا على مدى سنتين من الحرب في فرض رؤيتهم لخط سيرها والحفاظ على زمام المبادرة فيها رغم فارق الإمكانات وتفوق العدو بالسيطرة على الأجواء وشنه الغارات المكثفة على طول خطوط الجبهة من ميدي حتى حرض واتساع رقعتها إلى باقي المناطق الحدودية. أحمد عبد الرحمن، الميادين. والآن إلى أبرز ما أعلنته بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلة بيسان طرف. بيسان صباح الخير. صباح الخير دينا.
صباح الخير من جديد مشاهدينا. نبدأ جولتنا بأبرز ما عنوانات صحيفة الأخبار اللبنانية. جاء في العنوان الأول: بر يستعيد نشاط المجلس والتيار يريد تعديلا دستوريا، البلاد أسيرة الدلع السياسي. وفي العنوان البارز في هذه الصحيفة: الملك للأخبار، تعطيل الانتخابات يعني وصاية دولية، لن أعود إلى رئاسة الحكومة، مسعود البرزاني حليف لإسرائيل، دمج الحشد بالجيش يعني نهايته، الخليجيون وتركيا شتتوا سنة العراق. تفاهم موسكو واشنطن يرسم معالم الشرق السوري والحدود. ننتقل إلى صحيفة الصباح العراقية: العباد يبحث في الموصل، سير عمليات التحرير، الحشد الشعبي يصل إلى الحدود مع سوريا، تقدم سريع في أحياء الصحة والزنجيلي والشفاء. اعتقال مسؤول تجنيد داعش في صلاح الدين. أما صحيفة الحياة السعودية فبدورها عنونت: معركة الحدود العراقية السورية قاسية ومعقدة، أطرافها الحشد الشعبي والأمريكيون والأكراد والعشائر وإيران. تحذير غربي يمنع فتح طريق بغداد دمشق محمد بن سلمان إلى موسكو لمناقشة ملف الأزمة السورية. مصر لا تستبعد عمليات نوعية في ليبيا، اتساع نطاق القصف الجوي. ننتقل إلى أبرز ما عنوانات صحيفة الدستور الأردنية: لقاء ثلاثي أردني أمريكي روسي في عمان قريبا لبحث الأزمة السورية. الجامعة العربية تؤيد مناطق تخفيف التوتر في سوريا، واشنطن لا مفر من ضحايا مدنيين في الحرب على الإرهاب. القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو ليوم غضب الجمعة، الاحتلال ينفي تقديم أي تنازلات ويؤكد فشل الإضراب. بدورها صحيفة الأهرام المصرية عنونت: تعزيز الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات، الرئيس يشيد بالحوار الاستراتيجي بين وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين، تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار. البرلمان يناقش تداعيات هجوم المنيا الإرهابي، النواب يهاجمون الحكومة لقصورها في التعامل مع الحادث. حفتر يتهم قطر بتمويل جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، مقتل قيادي في الجماعة الليبية المقاتلة واتفاق حول تأمين مطار طرابلس. إلى تونس مع صحيفة الشروق: إفشال مخطط إرهابي مرعب بالعاصمة في رمضان، كشفته تصفية قيادي داعشي بجبل السلوم. بعد عدنان منصر المرزوقي أمام القضاء. وختاما مع عناوين بارزة في صحيفة البلاد الجزائرية: في العنوان الأول: تصفية قيادي في داعش على الحدود التونسية الجزائرية، كان يخطط لاستهداف منشآت عسكرية خلال رمضان. مسيرة حاشدة للتضامن مع زعيم الحراك الشعبي، توقيف زفزاف يلهب الشارع المغربي. مع هذا العنوان نختم جولتنا، شكرا للمتابعة، نعود إليك دينا. شكرا لك بيسان. والآن إلى العناوين. بالتأكيد لن ولن نسمح لهم بالسيطرة على الحدود العراقية. العامري يؤكد للميادين رفض أي سيطرة للأمريكيين على الحدود ويعلن بدء عملية تطهير الحدود العراقية السورية. الجيش السوري يتقدم في عمق بادية دمشق، 55 شهيدا وجريحا في قصف داعش أحياء في دير الزور. الرئيس الفرنسي يبدي استعداد باريس لمناقشة ممثلين عن الأسد ويؤكد أن الأولوية لاستئصال المجموعات الإرهابية وخصوصا داعش. للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net. إلى اللقاء.